نستمع أيضا مشاهدينا الكرام إلى الدكتورة سامية هاريس الباحثة في الشؤون السياسية، فلتتفضل مشكورة. مرحبا يا شباب، تحياتي. ده فيديو أنا بعمله النهاردة لقمة الشعوب، هذه رؤيتي، وهتكلم على رؤيتي في اللي بيحصل في أمريكا النهاردة بعد الانتخابات. طبعا ترامب كسب كاسح يعني كبير، ومع ذلك هو في ناقص عنده 4 مليون واحد ما صوتوش عليه من اللي صوتوا المرة اللي فاتت. فرغم أنه كسب، لكن بيبين أن الريبوبليكانز اللي صوتوا له المرة اللي فاتت مش نفس العدد اللي صوتوا له المرة دي، يعني المرة دي شعبيته أقل. إنما هو كسب علشان الديمقراط اللي صوتوا المرة اللي فاتت لبايدن، المرة دي في 6 مليون أقل من اللي صوتوا لكاملا المرة اللي فاتت. فعليه ده 10 مليون ناقصين، والنتيجة إن ترامب هو اللي كسب. بس مش ترامب بس اللي كسب، الريبوبليكان كسبوا في البيت وفي السنت، في البيت اللي هو الكونغرس وفي السنت الأمريكي هنا. فمعناه إن ترامب هيخش البيت الأبيض وما فيش قدامه معارضة يتحسب لها أي قيمة وأي مكان. يعني إيه؟ يعني ما هو في التشريع وفي التنفيذ، فالكونغرس بيعمل التشريع والسنت والبيت الأبيض بيعمل التنفيذ، إلا إذا البيت الأبيض معرفش يجيب موافقة الاتنين، فبيبقى فيه الإكزيكتيف أوردر اللي هو الرئيس بيمضي على حاجة وممكن بعديها تروح على السوبريم كورت وحد يعترض ويبقى النتيجة أو لأ، زي مثلا اللي حصل في الكروت بتاعت الطلبة اللي بايدن كان عايز يعملها. فإنما ترامب هو عين تلتين من السوبريم كورت، فحتى السوبريم كورت دلوقتي هيكون في جيب ترامب. يعني هو دلوقتي عنده البيت الأبيض، عنده السنت، عنده الكونغرس، عنده السوبريم كورت. أنا مش عارفة دي حصلت فين في التاريخ الأمريكي قبل كده، إنما حصلت قليل جدا. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن أي حاجة ترامب عايزها هيعملها. طيب خلينا نبص على المشكلة اللي شغلانا إحنا كلنا كعرب وكمسلمين وكحقوقيين لحقوق الإنسان، وهي الإبادة اللي بتحصل في فلسطين. من رأيي المتواضع والله أعلم، إنما من رأيي ومن المكلمتين اللي عملها دلوقتي ترامب مع نتنياهو، ونتنياهو حتى قبل ما يكلم ترامب قال أنا هدي لترامب هدية الانتخابات إن أنا هوقف الحرب. فعلي نتنياهو بيبدأ دلوقتي بيقول خلاص ما فيش حد في شمال غزة، وده طبعا كذب وغلط. لسه في على القليلة 400,000 فلسطيني في شمال غزة، ما هم مش حاسبينهم ومش مش حاسين إنهم ليهم أي قيمة أو وجود. للأسف ترامب امبارح اتصل بنتنياهو وقال له خلص اللي انت عايزه، زي ما قالها قبل كده في خلال الانتخابات، وقالها قبل كده حتى قبل الانتخاب نفسه، قال له خلص الوظيفة، خلص اللي انت عايزه. فنيلا نتنياهو مش بس بيخلص بقى على حماس زي ما قال في الأول، إن هو كانت القضية بتاعته
مش مع الفلسطينيين إنما مع حماس. لا، هو دلوقتي صعد العملية أكتر وأكتر، ده هي مش بس مع حماس، ده هي مع الوجود الفلسطيني كله في أرض فلسطين، والأكبر من كده اللي هي إبراهام إيكورد اللي هو اشتغل عليه مع ترامب قبل كده، ومع بايدن حاول بايدن إن هو يمشيه، اللي هو التطبيع مع الجايزة الكبيرة بتاعتهم هي السعودية، وعليه التغييرات اللي انتوا شايفينها السريعة دي في السعودية على ايد محمد بن سلمان. فالتغييرات دي على اساس ان يبقى مفيش تركيز على الاسلام، وانه هو الاسلام والمسيحية اليهودية دول دين يعني متقارب من بعض، وفي حاجة اسمها الدين الجديد اللي هو الدين الإبراهيمي على أساس تروح مكة ولا تروح القدس، تروح كيهودي ولا تروح كمسلم، ما تفرقش العملية. وده اللي ابن زيد وابن سلمان بيطبلوا له، واحنا شايفين حتى في مصر عبد الفتاح السيسي بيهدم المساجد وبيرمم المعابد اليهودية. ليه؟ علشان كلهم يطبلوا للي هو الإيكورد الإبراهيمي اللي إسرائيل عايزاه دلوقتي. طيب ده معناه إيه؟ إحنا عارفين حتى في أثناء الحرب كوشنر راح غزة، وبدأ بعديها يحصل تورز إنه بيبعتوا الناس عشان يشوفوا المليونيرات بتوع أمريكا عايزين يشتروا إيه في غزة.